هشارك معاكم بفكرة اللي كان بينفذها مصنف على إنه خامس أغنى مستثمر أو رجل أعمال في العالم لسنة 2022، وهو وارن بافيت. وارن اشتغل وهو سنه 14 ل 15 سنة في إنه يوصل الجرايد للبيوت. كان بيصحى الساعة 5 الصبح والناس نايمة والدنيا ضلمة، وزع تقريبا حوالي 200 ألف جورنال لمدة سنتين، وكان بيكسب 1 سنت من كل بيع على كل جورنال، وقدر تقريبا في السنتين يعمل حوالي 2000 دولار، وده كان أول مبلغ يستثمره وارن. ابتدى أول استثمار ليه بعد ما ذاكره كويس جدا لمدة السنتين، وابتدى يكبره ويكسب منه، ومن المكاسب بتاعته ما صرفهاش في رفاهية ولا حتى صرفها في أسيتس. فضل يستثمر كل المبالغ اللي كانت بتجيله لغاية ما أصبح إن في آخر 5 سنوات تقدر ثروته ب 448 مليار دولار، وتصنف شركته على إنها ثالث أو رابع أكبر شركة أفراد أمريكية اسمها بيركشير هاثواي. وارن كان عنده نفس الروتين اليومي اللي تقريبا كان بينفذه كل يوم، ودي النقطة المهمة. بيروح الشغل الصبح بدري جدا، بيقضي تقريبا 80% من الوقت بتاعه بيدرس حاجة جديدة أو بيقرأ كتاب عن موضوع متعلق بالبيزنس بتاعه، وبس 20% من وقته بيقضيها اجتماعات، يرد على مكالمات التليفون أو يتشغل بأي حاجة ريليتد بالبيزنس. تاني 80% من الوقت بيقرأ بس، عشان كده كانت معظم القرارات اللي بياخدها مظبوطة جدا ونتائجها مضمونة. فالسؤال ليك دلوقتي، كم ساعة بتقضيها في الأسبوع بتقرأ أو تتعلم مهارة جديدة تساعد في زيادة إنتاجك؟